السلام عليكم ورحمة الله. لست أدري كيف أبدأ هذه حلقة النقاش. خسارة للجزائر 3-1 أمام منتخب نيجيريا، خسارة رهنت بشكل كبير تأهل المنتخب الجزائري إلى المونديال، مونديال روسيا 2018. يبدو أنه أصبح حلما صعب المنال. الجزائر الآن بعد هذه الخسارة تصبح وتبقى فقط بنقطة واحدة بعد التعادل أمام الكاميرون. لاعبين قالوا الروراوة، نحي المدرب، احنا نجيب لكم مباراة نيجيريا، لكن في النهاية اللاعبين انهزموا وروراوة لم يكن عنده وعده، وانهزم المنتخب الجزائري 3-1. والشعب الجزائري فقط والجمهور الجزائري هو اللي تحصل على هذه النتيجة اللي خلت المنتخب الجزائري بنقطة واحدة. أرحب بضيفي الكريمين، عبد الرحمن مهداوي مدرب المنتخب الوطني سابقا، مساء الخير، مرحبا. مساء النور اخي، اهلا وسهلا. مرحبا. العربي الهادي حارس المنتخب الوطني سابقا، مساء الخير، مرحبا. مساء النور، مرحبا. قبل ما نبدا معكم هذا الحوار، طبعا هذا نقاش حول مجريات المباراة وتفاصيلها، طبعا نروح مباشرة الى حي العناصر، اين يتواجد زميلنا محمد نجيب هنان للحديث حول كيف تابعوا المباراة. اكيد انها حسرة لدى الجمهور الجزائري، كيف ما هيش حسرة إلا الجمهور الجزائري اللي يغضب على خسارة المنتخب، ولأنه قالوا إلا المنتخب الجزائري يتمسك به. تفضل، مرحبا نجيب. أهلا وسهلا حكيم، تحياتنا لضيوفك الكرام وللمشاهدين الأفاضل. طبعا حسرة كبيرة قلتها حسام، حكيم عفوا، مرة أخرى أعتذر منك حكيم. الخيبة ربما في كل مرة كانت تزداد مع مرور الوقت. تعرف جيدا 3-1 للمنتخب الوطني الجزائري، نتيجة ليست بالهينة. حكيم، أنصار المنتخب الوطني الجزائري اليوم كانوا ربما متفائلين قبل بداية اللقاء، أقل تفاؤل إن صح التعبير بين الشوطين، وخيبة نهائية مع نهاية الشوط الثاني والمباراة ربما شيء طبيعي جدا. تعرف أن الحظوظ تضاءلت، وقلتها حكيم، تضاءلت جدا، ولو أنه ربما تفائلنا نوعا ما حكيم قبل نهاية الشوط الثاني بربع ساعة ربما بعد تسجيل بن طالب الهدف الأول الذي أرجع الأمل، ولكن النهاية لم تكن كما أرادها المتتبعون الذين أبدوا لنا تأسفهم وحزنهم على خليني نتيجة نسمع على المباشر من فضلك. خليني نجيب نجيب، أنا والله في حالة من حالة من الغضب ومن التعب بعد هذه الخسارة. أعطيني الجمهور من فضلك، خليني نسمع آرائهم كيف وعدوهم وكيف كانت الخيبة. أعطيني الجمهور من فضلك، خليني نعرف. فعلا حكيم، طبعا بداية بك أنت اللي ربما لم تبتسم منذ وقوفك معنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف شفت المباراة اليوم؟ مباراة ما كان والو، والهضرة بزاف قبل الماتش هذا، الهضرة بزاف كدا هادوما للجوال القدم وكذا، وهادوما يديروا الضغط على الجوال، هادوما الضغط بزاف عليهم. اليوم حسينا بانه كنا الشعب الجزائري كان متفائل رغم انه المشاكل اللي صارت، ولكن احنا حابين النيل، احنا كنا حابين التعادل، وحصل الحظ تاعهم كانوا خير منا وبصحتهم. يعطيك الصحه، بارك الله فيك. الحاج، قبل بدايه المباراه شفناك كنت ربما انت الاول اللي حضرت لهنا، ولكن انا نشوفك حزنان شويه. على كل حال انا كنت متوقع بالنتيجه حقا. تسمعوني نجيب؟ باسكو الصف الصف تكنيك هذا نورمالمون يتغير. نعم فهمتني نجيب، ان كنت تسمعوني ارجو ان تبقى معي لانه صوت الحق ينادي. نعم. هو نعم هو نعم. اولى طبعا من راي من اراء من اراء تصريحات الجمهور، ارجو ان تبقى معي لانه يهمني كثير تصريح الجماهير الجزائريه بعد هذه الخيبه. اذان صلاه العشاء ينادي الان. حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاتكم. نعود إلى هذا النقاش على المباشر للحديث عن خسارة المنتخب الجزائري أمام منتخب نيجيريا 3-1 في نيجيريا الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا الذي يبدو أنه سيصبح حلما لأنه أصبحنا بنقطة واحدة فقط رفقة نيجيريا نيجيريا اختلطت علي الأمور لأنه أغضبوني حقيقة لأنه المنتخب الجزائري فقط من يسعد الجمهور الجزائري. خليني نعود نرجع مباشرة إلى حي العناصر معي نجيب هنان زميلي مساء الخير مجددا أعتذر منك وأعتذر للحاج اللي أمامك بلغ له اعتذاري أعطيني تصريحاتكم مفضلكم تفضلوا. يوصل حكيم زملائنا يقولوا لك اسمح لنا كي قطعناك. لا لا شكرا على الواجب. على كل حال حبيت نكمل صف تكنيك هذا ماهوش في المستوى وبان ماشي من اليوم واللاعبين اللي كانوا على دكه الاحتياط خير من اللي دخلهم فغولي ماهوش ريال دروا فهمتني ميليو ريكيبيراتور فهمتني ينجميرو لونسي فهمتني وهذاك بالقروي وزيتي ما عندهمش بلاصتهم تماما في هذا الفريق. حنا واش نقولوا؟ نقولوا ماهمش اللاعبين اللي ما لعبوش صحاب لي بلاطو هما اللي يعرفوا يلعبوا. فهمت كيفاش؟ يعطيك الصحة بارك الله فيك الحاج شكرا جزيلا. كنا نتكلموا قبل من هذا النقل المباشر قلت لي انه فيه لازم فيه يكون فيه تغييرات على مستوى هذا المنتخب. بسم الله الرحمن الرحيم ماشي تغييرات تاع المنتخب اللي جوار ولا اللاعبين ولا كاين تغييرات في الطاقم الفني اللي كان جا لعب ماتش اليوم لعب ما نقدروش نحكموا فيه دوزيام ميطون بانت اللمسه تاعو كاين اللي جوار
راطينا ونا راطي كاتبيت ولا مانيش عارف ايتوفي واش عليه. انا واش ندوموندي خلوهم يخدموا وندوموندي مرئيس روراوة ولا مانيش عارف هاد لي جوار اللي قالوا له نجيبوا الماتش تاع نيجيريا كونتر الكاميرون يحملهم مسؤوليه. هذا ما كان. يعطيك الصحه بارك الله فيك. طيب نهايه المباراه خلاص خسرنا 3-1 اليوم خلاص ما نقدروش نحلموا بالكاس العالم في رايك؟ نورمالمون امبوسيبل نطلعوا كوب دي موند، رانا الاخرين في الجروب وزيد المستوى اللي شفناه فوق التيرا ما كان والو تاكتيكمون، ماشي كيما وقتها لي لوزيتش ما كنا نديروا ماتش نول. شغل كاين اون بيرسبكتيف دافونير، هاد ليكيب راح تطور. هنا شفنا زوج لاعبين يدوروا والاخرين كاع يبحروا. شغل المستوى تاع الشامبيونه بلاعبين اوروبيين يزون ريان رابورتي، والحلم تاع كوب دي موند خلاص. دوك يفو سكونسونطري في لا كوب دافريك وما نخرجوا بشرف كيما مصر ما طلعوش كوب دي موند بصح داو كوب دافريك. ندو كوب دافريك ان شاء الله بالك ننساو هاد الكاليفيكاسيون، باسكو تحط اسبوار في 2018 فيهم والو ما حيتغير. اون بليس دو سا لو فات تجيب ان اونترينور تما كلكو جور دا ماتش كروسيال ماتش حاسم. نورمالمون في مباراه كيما هذه تجيب واحد اللي يعرف في الفريق الوطني، مع باليش رابح سعدان ولا مالغري كريتيكينا بالك كاش واحد اللي يعرف الفريق. جبنا هذا المدرب ما يعرف والو، لا بروف شوف لي جوار اللي دار زيتي ادروات اغوش ما يبان بلي ما يعرفش كاع الفريق الوطني. ومام لي جوار كاين دو ولا تروا جوار اللي لعبوا برك ابار سا ما شفنا والو. لي بال في السما لي بال لاسي مالورو ورحتنا كوب دي موند واحد ما يكذبش على روحه. راه في رايك انت الامر عادل انه اليوم نحملوا المسؤوليه للمدرب؟ ما نحملوش المسؤوليه للمدرب باسكو المدرب جا صافي دو جور ما يعرفش. هنا نحملوا المسؤوليه اللي جاب المدرب ا دو جور دي ماتش كروسيال، هو اللي يتحمل المسؤوليه ماشي المدرب. ومام هذاك المدرب رايفاتش ولا اللي كان مقبل، كيفاش تجيب مدرب يلعب لي ماتش تخلصوا دراهم على بالوش كاع واش راهو يدير ومن بعد تنحاه في وسط يكريتيكيو الشامبيونه تاع الجزائر يقول كي يجيبوا مدربين وينحيهم. حنا رانا نديروا في ليكيب ناسيونال لي تو ريبريزونتي البي في لو موند اونتي. طيب انتم رسالتكم اليوم بعد نهايه المباراه والهزيمه هذه رسالتكم للاعبين واش تقولوا للاعبين؟ سي با لا فوت تاع لي جوار كاع. على كل حال كاين لي جوار اللي لعبوا قلب، كاين لي جوار كي سو سون دوني افون، مي كاين دي جوار اللي ما لقاو والو تاكتيكمون، ما لقاوش شويفي. واش معناتها تجيب دوكا اسمو سونتر هذاك تاع سيدي موسى وتجيب دراهم وتجيب ومن بعد ما دير والو. نشفى على ليبوك تاع زياني وبوكرا تكاليفينا الكوب دي موند بريان دو تو بسعدان. يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا. إذا حكيم نجيب أرجو هذه ذاك نعم. الشخص الذي ذهب الان نعم. بلغوا نعم. تحياتي لانه تكلم بشكل رائع ومميز. تعرف جيدا انه اليوم كانوا ما يقارب 5000 مناصر كانوا يتابعون هذه المباراه، كلهم مدربين حكيم، كلهم يعرفون صحيح. كره القدم، كلهم متابعين لكل صغيره وكبيره حول المنتخب الوطني الجزائري، فاكيد انه ليس بالغريب لما تشاهد مناصر مثل هذا يتكلم بصفه دقيقه صحيح. ويعرف جيدا خبايا المنتخب منذ القدم كما قال هو منذ عهد سعدان. شكرا حكيم. جزيلا لك محمد نجيب هنان من حي العناصر، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. طبعا للأنصار رأيهم ولكن للفنيين التقنيين رأيهم أفضل منا ومن الجمهور لأنهم أدرى بما يدور وبما شاهدوه. عبد الرحمن مهداوي أجدد بك التحية، أبدأ معك بالنتيجة 3-1 مخيبة للجزائريين. حقا النتيجة مخيبة وبطبيعة الحال قاسية جدا بكل صراحة. لا كنا ننتظروا هذه الهزيمه ونقول حتى هذه النتيجه 3-1 كثير بالنسبه لنا لان كنا منتظرين احسن، خاصه بعد نقول ما كنا متفائلين باللاعبين تاعنا بالفريق تاعنا بالمسؤولين تاعنا، لان الكلام تاعهم والخطاب تاعهم عرفنا اللي ممكن. ونعرف الجزائر عده مرات عده مناسبات كان تحدي كان موجود وخرجنا بنتيجه ايجابيه. انت من بين القلائل الذين تثق في مسؤولي الرياضه في الجزائر، انا صراحه لا اثق فيهم كثيرا. تفضل. معليش هي انا بالنسبه للثقه كل واحد على حسب المكان تاعو، كل واحد على حسب المنصب، كل واحد على حسب نقول النظره تاعو والفكر تاعو، ولكن انا نقول مهما كان الظروف هذا منتخب وطني،
منتخب وطني ضروري يكون كلنا معناتها نساندينه ونتابعوا ونتابعوا بصفه كما يقول لك بروح خاص، لان هذا الجزائر اليوم لما نشوف التصريحات بعد من المناصرين وحقا اخي التدخل تاع المناصر اعطى لمحه على الفريق الوطني جاب التاريخ تاعو. اليوم نشكر النهار اللي بسبب الاختيار تاع العناصر هي حي اللي فيه ملعب اللي هو بدا من بدايه نقول بدايه الاستقلال، والمنتخب الوطني كان مقره تم في الملعب تاع 20 اوت، وهذا يعطي معناتها ثقافه المنتخب الوطني والروح تاع المنتخب الوطني، والاختيار كان كيما قلت حقا في القمه. زياده طبعا احنا متاسفين وحزنين على النتيجه، لان ممكن هذه النتيجه راح تسبب نقول ان شاء الله ما تكونش كارثه للكره الوطنيه بصفه عامه، لان نعرف لي النتيجه ونعرف الجزائري كيما تكلموش 5000 المناصرين، ولكن كل الجزائريين مدرب وعنده حق باش يتكلم، ماهوش فقط الخبير او التقني اللي الراي تاعو يفوت، لا حتى انتم كصحفيين حتى البلاطو حتى بعض المناصرين الراي تاعهم اجباري للمعاملات لاشياء كثيره. احنا كمدربين تنزيد احنا تناخذوا بالاعتبار الراي تاع المحيط تاع النادي، لان النادي حياته سبب حياته، والمنتخب الوطني هو المحيط هو اللي يسيره. يا للاسف اليوم لو نتكلم عن المباراه الى حسب المعطيات من البدايه قبل المباراه كنا متفائلين، لان وعدونا بالنتيجه لاعبين مسيرين حتى وحنا قادرين، ولكن لما تشوف الواقع يتاسف بشيء اخر. سنفصل في واقع الحقيقي بالنسبه للمنتخب الوطني وما حدث ما بعد مباراه الكاميرون واليوم ما حدث بكل تفاصيلها. صادم العربي لهذه النتيجه؟ صادمه بكثير. انا تصدمت، انا كنت متفائل، كنت نستنى كاش مقابله تاع تعادل اللي بعد ما شفنا الشوط الاول عرفت بلي نازمو 2-0، عرفت بلي نازمو. تراجعنا في الشوط الثاني لعبنا احسن من الشوط الاول، عملنا مجهود باش نعادلو، زادوا لنا الهدف الثالث وصدمه خليني نبدا لك نقطه بنقطه. لو نبداو بالتشكيله، ترى أن التشكيله الاساسيه هذه منطقيه بالنسبه للمنتخب اللي يدخل بها دخل بها مبولحي زيتي غلام بالقروي ماندي في الوسط عندنا كالم مجاني تايدير بن طالب ابراهيمي محرز وفي الهجوم سليماني، تراها منطقيه هذه التشكيله؟ هي منطقيه بالنسبه للمدرب، حنايا كل مقابله كاين تشكيله جديده. هذيك افضل من هؤلاء اللاعبين؟ ما كاش افضل من هذوك، كان يكون في المقابله تاع الكاميرون كان يكون فيها لاعب واحد يتبدل، انا ما كان انا على حسب رايي كان يتبدل زفان ويخلي الفريق يخلي اللاعبين كما كانوا، واللي كانوا نتاسفوا عليهم اللي راهم مصابين كانوا يتعوضوا. يعني شفت امام قلب الدفاع تبدل تبدل قلب الدفاع، معناتها كل مقابله رانا قلب الدفاع راه يتقدم. لحد الان عندنا مشكله تاع الدفاع مازال في الحقيقه تكلمنا هذا الموضوع هذا، ولكن زيد لا انا الشيء اللي كان مخوفني حقيقه هو بطبيعه الحال لما شفت التشكيله قلت كل مباراه التغيير وزيد التغيير في خط الدفاع. شوف باش نكونوا منطقي، احنا ما نتنقدوش على النخيب او اللي اختار الفريق، ولكن لما احنا كمدربين نقولوا احنا نحاولوا باش يكون استمرار واستقرار في التشكيله مهما كانت التشكيله. نعاود بطبيعة الحال بالتاريخ، التاريخ يتكلم، لان المناصر تكلم على سعدان ونتكلم في عهد سعدان، لان كان الاشكال كان فينو الا في الهجوم، لان كان خاصنا راس حربه، ولكن عرفنا كيفاش يكون منظمه خاصه دفاعيه، ولكن كان الاستقرار. بعض الاحيان احنا نشوفوا عده من كل مباراه في التغيير، وفين التغيير في 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 كما في قاعده الفريق، هي الباز تاع الفريق هو الدفاع، نحبوا نكرهوا. الحارس مرمى كنا مبسوطين، كنا قابلين بوجود مبولحي في الحارس مرمى لان مركز حاسم، ولكن في الخط الدفاع نحب نرجع الى كتقني ضروري نتكلم عليه. لما صبت الراحه شويه مع رجوع مجاني في الدفاع كنقولوا كقلب دفاع، لما صبنا الراحه يستمر في هذا المكان ارغب في ان تعطيني بعض التفاصيل الفنيه بعد ان ناخذ اتصال من زميلنا الاعلامي حفيظ الدراجي. مساء الخير. مرحبا.
النور حكيم، مساء الخير لضيفيك ومساء الخير لكل المشاهدين. تعودنا عليه وتعود عليه الجمهور بعد كل مباراة ولا قبل المباراة. أنا لا أخفي سرا بأنه تحدث مع حفيظ الراجي كان يقول لي أنه نديروا نتيجة إيجابية في نيجيريا. توقعاتك هذه المرة يا حفيظ لم تكن صائبة. ذلك أنني لم أكتب ولا شيء اليوم. طبعا هي مجرد توقعات مجرد أمنية. تعرف بأنه في الكرة هناك توقعات تاع فنيين وتاع متابعين، وفي الكرة أيضا هناك أمنيات. طبعا ولا واحد في البداية مع مكان يتمنى لمنتخب بلاده أنه يخسر. طبعا تختلف التوقعات بالأمنيات، وبعدين عندنا مسؤولية تجاه الجماهير أننا نحافظ على أعصابهم ونحافظ على توازنهم ونعطي لهم شوية تفاؤل شوية أمل، والأمل هذا مبني على أسس، يعني ما هوش من الخيال، لأنه ولا واحد يقدر يقول بأنه ما عندناش منتخب يعني أو ما كوناش منتخب في السنوات التي مضت. أي نعم فيه نقائص وفيه عيوب كما كل المنتخبات، ولكن عندنا منتخب. ما الذي تغير حفيظ الدراجي مثلا بين منتخب فترة قريبة من كأس العالم مثلا كنا نقول أنه هذا منتخب كبير، نحن الأولين في إفريقيا نقدر نديروا أشياء كثيرة، وبين منتخب يفوز أكيد بعد فترة يفوز على السيشل ويفوز على ليزوتو، بعد ذلك خيبة أمام الكاميرون ثم خيبة أمام نيجيريا. في رأيك أنت كإعلامي وأيضا كمتتبع كثير للمنتخب، ما الذي تغير في هذا المنتخب؟ لم يتغير أي شيء يا أخي. تتحدث عن الكاميرون وتتحدث عن نيجيريا، عندنا مدة ما لعبناش على منتخبات قوية مثل هذه. يعني نعم ما عندناش خيارات، يعني لم نكن نحن من يختار المنتخبات التي نواجهها سواء في تصفيات كأس إفريقيا أو كأس أمم أو كأس العالم، ولكن يكذب من يقول بأنه ما عندناش لاعبين وما عندناش منتخب. هي نعم ما عندناش منتخب متكامل. المنتخب المتكامل هو الذي يرتكز على منظومة دفاعية جيدة، وإحنا الخلل كلنا نقر ونقول بأنه عندنا خلل في منظومة دفاعية. أنت اليوم تتحدث عن منتخب نيجيريا وشفت كيف يلعب نيجيريا على أرضية ميدانه، منتشي بفوزه في لقاءه الأول أمام زامبيا 2-1. اليوم أمام منتخب جزائري لعب مباراة كبيرة منتخب نيجيريا، نعم تراجع في الشوط الثاني لأنه كان فايز 2-0 وإحنا تقدمنا لأنه كان لازم يكون عندنا رد فعل. الشوط الثاني لعبناه ممتاز، ما كانش معنا الحظ في الشوط الأول لأنه كنا قادرين نسجل هدف التعديل من 3 فرص اتيحت لنا، ولكن هذه أمور تاع كرة القدم. لكن لا يجب أن نلغي كل شيء ولا يجب أن نمسح كل شيء. الكرة هي هكذا كرة فيها فوز وفيها انتصار. احنا واجبنا أننا نشرح للناس، الفنيين والإعلاميين والمتتبعين يشرحوا للناس بأن احنا ما عندناش ألمانيا كمنتخب، عندنا منتخب هو من بين أحسن المنتخبات في إفريقيا، يربح ويفوز ويتأهل ويقصى، وهذه عادية جدا. بين منتخب بين منتخب ربما فترة نعود رجعك لفترة قريبة فقط لفترة حليلوزيتش كان عندنا منتخب جيد يتطور، هذه المرة عندنا منتخب عادي لا يتطور جامد، ما رأيك؟ هذا رأيك نحترمه، ولكن مرة بظروف مختلفة، ظروف حليلوزيتش وظروف اليوم مختلفة كتير. اولا مجموعه صعبه في تصفيات كاس العالم، شفت في تصفيات كاس امم افريقيا كيف ربحنا بالسبعه مرتين او ثلاثه وكنا نمر بسهوله، ولكن لسوء حظنا كان دائما عندنا اختلالات على مستوى الدفاع. انت معك مدرب ومدرب حراس وحارس سابق يعرفوا بان الفريق الجيد هو الذي يرتكز على دفاع جيد. احنا من بين المنتخبات القليله في افريقيا التي لا تعرف من هو المدافع الايمن ومن هو قلب الدفاع او على الاقل في وسط الدفاع. اوكي نعرفوا المدافع الايمن، احنا عندنا كان عندنا استقرار في الدفاع زمان، كان مندي على الجهه اليمنى وغلام على الجهه اليسرى، وكان عندك ما تنساش كان عندك حليش وكان عندك بالكلام وكان عندك مجيد بقره الذي علق الحذاء. فبعدين ما وجدناش على مستوى خط وسط الدفاع، ما وجدناش ثنائي متكامل. شفت الاخطاء اليوم اللي عملناها على مستوى المنتخب، اخطاء بدائيه، يعني صعب عليك انك ترتكب سواء اخطاء في التمرير او في المتابعه او في التموقع. يعني هدف اول تمريره خاطئه وهدف ثاني خطا في التموقع. في رايك لمن يرجع؟ لا ارغب في مقاطعتك كثيرا. في رايك لمن يرجع هذه الاخطاء؟ لمدرب جديد، للاعبين ما كانوش في يومهم، لقوه منتخب المنافس؟ لا 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 في رايك لا لا انت؟ لا لا، سيكون من الاجحاف اننا نحمل المسؤوليه لاي واحد بما في ذلك للاعب الذي ارتكب الخطا، يعني بصفه خاصه. يعني الشيء اللي اليوم نعرفه هو انه ما عندناش منظومه دفاعيه جيده، ما عندناش منظومه دفاعيه. عندما اتحدث عن المنظومه الدفاعيه انا لا اتحدث عن الاربعه الموجودين في الدفاع، اتحدث عن منظومه متكامله.
ما عندناش منظومة متعودة تلعب مع بعضها البعض واستقرينا عليها. كل مدرب جاء كان يغير على مستوى الدفاعات لأنه ما موجودش في الضالة تاعه. أما أنك تحمل مسؤولية لأي طرف فلا تتحمل، لا يمكنك أن تحمل مسؤولية لأي طرف أو لأي شخص أو حتى للمدرب، لأنه المدرب بعيد عن المسؤولية في هذا الأمر، في أمر خطأ يرتكبه المدافع أو حتى المدافع في حد ذاته. أيضا لا يمكن أن تحمل اليوم كل شيء لزيتي مثلا، أي نعم لعب في الشوط الثاني أفضل ولكنه وجد صعوبات في أمام موزيس وأمام لاعبين نيجيريين أقوياء. وهل ترى في أنه الهدف الثاني كان من وضعية تسلل ولا لا؟ وش رأيك؟ لا بالإعادة يبدو فيه كان في وضعية تسلل برجل يعني، ولكن في اللعب عادي جدا وضعية تسلل مثل هذه. تقدير حكم المباراة في تفصيل صغير جدا، أنا لا أريد أن أتوقف كثيرا عند وضعية التسلل أم لا، ولكن بعد الإعادة اتضح بأنه شوية في وضعية التسلل، ولكن هذا لا ينقص من قيمة فوز نيجيريا أبدا. نيجيريا 6 نقاط، الكاميرون نقطتين، زامبيا بنقطة، والجزائر بنقطة واحدة. هل ترى أن الجزائر لديها الحظوظ الكافية للذهاب مرة أخرى لكأس العالم؟ بعيدا عن العاطفة، حسابيا ما زال الحدود. ما تنساش بأنه المواجهتين الثالثة والرابعة في الجولتين الثالثة والرابعة ستلتقي نيجيريا مع الكاميرون. أي نعم مصيرنا لم يعد كله بيدينا، ولكن ما زال اللعب يعني، ما زال 12 نقطة. المهمة صعبة أنك تفوز في الكاميرون، صعبة أنك تفوز في زامبيا، ولكن ما دام أنه فيه نفس وفيه حدود حسابيا لم تنتهي الأمور، يجب أن نلعب تصفية كأس العالم إلى آخر رمق، ولا يجب أن نبقى هنا، ويجب أن نفهم أولا نحن ونحن كإعلاميين وكفنيين، ونحاول أننا نوصل الرسالة للجمهور بأنه هذه كرة القدم، منتخبنا ليس البرازيل وليس ألمانيا، ولأنه البرازيل لم يعد برازيل زمان، منتخبنا ليس ألمانيا وإسبانيا، نقدر نربح كما نقدر نخسر، ولا يجب أن ننقلب على هؤلاء اللاعبين لأنه لا يلامون، صدقني لا يلامون بعد الجهد اللي بدوه اليوم في الشوط الثاني. أنا لا ألومهم كثيرا، أي نعم لو فزنا أمام الكاميرون كان ممكن السيناريو يتغير اليوم يعني، ولكنهم وعدوا وقالوا بأنه إذا غيرت المدرب رايفات سنفوز في نيجيريا. لا هذا لم يحدث أبدا، صدقني هذا لم يحدث حكيم بهذا الشكل أبدا لم يحدث. وأنا أعتقد بأنه يجب أن نتجاوز هذا التفصيل الذي حدث سواء بإعاز من المدربين من اللاعبين أو من دون، لكن رئيس الاتحاد تحمل مسؤولياته، اتفق مع المدرب على الرحيل، جاب مدرب آخر، المسؤولية هي هكذا، يجب أن تتحمل مسؤوليات، ويجب أن نضع أنفسنا أيضا في موقع اللاعبين وفي موقع الطاقم الفني وفي موقع الطاقم الإداري. لا أقول لكي نتجاوز، لكي نتفاهم الأمور. الكرة هي كرة، احنا عندنا اختلالات كثيره جدا، عندنا اشياء ايجابيه يجب ان نحافظ عليها، لا يجب ان نكسر كل شيء. احنا ما عندناش منتخب اخر من نصر، وهذا منتخب جزائري وهذو ابنائنا، نحافظ عليهم. اي نعم ننتقدهم عندما ما يلعب مش مليح، ننتقد ادائهم سواء فردي او جماعي، ننتقد حتى ممكن تهاونهم في بعض الاحيان، ننتقد اننا في بعض الاحيان كبرناهم اكثر من اللازم وفي بعض الاحيان صغرناهم اكثر من اللازم. انساش حكيم لانه مروا بفتره شهر، انت كنت في تواصل مع بعض اللاعبين وتعرف الظروف اللي مروا بها في الشهر الماضي، كانوا في ظروف عصيبة جدا وضغط رهيب مفروض عليهم. طبعا هذا لا يبرر أي شيء، لأنه لاعب تاع كرة لازم يتحمل عليها الضغوطات، صحيح، يتحمل الأفراح، ولما يرفعوا الناس فوق الرؤوس لازم يتحمل أيضا الخسارة ويتحمل الضغوطات. قبل أن أطرح عليك سؤال حول قدرة هذه القيمة الكبيرة لتفاؤلك حول المنتخب الجزائري، بعيدا عن تشاؤماتك السياسية، أرغب في أن يكون تزاوج على الأقل، العربي الهادي يرغب في طرح سؤال على حفيد الدراجي، لا يريد تفويت الفرصة. معك السلام عليكم أخ عبد الحفيد. مرحبا في العربي خويا. شرك لباس خويا عبد الحفيد. شوف احنا رانا مع بلدنا في كرة القدم، مهما يكون ثمن. احنا نرجع لك على كلامك على الدفاع. احنا كل ما نجوزوا في البلاطو عندنا 4 شهور ولا 3 شهور وحنا نجوزوا على البلاطو ونتكلموا على المشكل تاع الدفاع. هل المشكل تاع الدفاع هذا يا ما يسيبولوش حل، ولا ما عندناش لاعبين في أوروبا أو في الجزائر؟ أنا مضم بأنه ما عندناش لاعبين، مع احترامي لكل اللاعبين الموجودين، ولكن ما عندناش لاعبين مستوى عالي تاع منتخب جزائري اللي ممكن تلعب بيها أمام نيجيريا وأمام الكاميرون، لأنه الروبير هذا هو نيجيريا والكاميرون وألمانيا والبرازيل، هذا هو الروبير تاعك. فأنا أعتقد على حسب رأيي ما عندناش مدافعين، وإذا عندك أنت في العربية أو في مهداوي ممكن راكو في الجزائر وفي الميدان، أنا مدابية تذكرهم. عندنا مدافعين ولكن محدودين في بعض. ما رأيك عبد الرحمن المهداوي يرغب في سؤال؟ تفضل. ممكن محدودين
حقا وما عندناش مدافعين معناتها في القمه تاع لاعبين مستوى عالي، ولكن الشيء اللي لما نكون في هذه الحاله مهما كان الظروف مهما كان ضروري فيه فريق تكون منظمه منظمه دفاعيه، ولكن نعمل بالشيء اللي موجود. عندنا لاعبين ولا ما عندناش عبد الرحمن؟ اللاعبين حتى الى حتى نقول الى المستوى ماهوش مستوى كوسط ميداني او كهجوم، ولكن ممكن ندير دفاع على حساب الامكانيات وحساب اللاعبين. اليوم الشيء اللي لاحظناه مانيش نقد اي مدرب ولا اي فريق، ولكن حب انا كان من الاحسن ليا قال الشيء اللي عندي موجود نختاره ونستمر معه. الاختيار نعود نرجع الى كل يوم، يا للاسف هذا الشيء اللي راه معناتها يحيرني شويه، لما نختار مجاني ونديره في قلب الدفاع واختار وكان اختيار نقول ذكي لان باش نعطي الخبره باش نعطي اشياء كثيره، نكمل مع مجاني ونختار لاعبين على حسب مستوى ونبقى نستمر معه. ولكن الشيء اللي موجود كل مباراه فيه تغيير. انا كنت احسن اليوم كان مجاني يبقى كقلب دفاع ونزيد معاه مندي ولا بالقروي والامور خيارات خاطئه احسن خيارات فنيه ولا, ولا ولا احسن ولا نغير الدفاع خط الدفاع بثلاث مراكز ونزيد نغير وسط الميدان بمجاني نغير. هالتغييرات هذه ما تعطيش يا للاسف الاستقرار ونقول تان ما تعطيش مهما كان ظروف ما نجمش. وقالها كما قلتها من السابق وقالها الاخ دراجي قال لو ما يكونش قاعده اللعب مع من بدايه الدفاع من ممكن باش تكون عندك فريق قوي. اذا حبيت تقول لي وكانه رانا ندور في حلقه مفرغه، عبد الحفيظ دراجي هل انت متفائل بمسار المنتخب الوطني يتحدث على المونديال؟ بعيدا 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 عن كل تشاؤماتك السياسيه. لا اي والله هذه التشاؤمات السياسيه لازم ارجع لك عليها. عبد الرحمن مهداوي يعرف جيدا بانه المدرب او المسؤول في اي مكان يجب ان يختار. اعتقد بانه صعب اننا ننتقد خيارات اي مدرب، اي نعم نقول عليها بانها وفق في نهايه المطاف او لم يوفق، ولكن الاختيار يبقى اختيار. وهذه قضيه مجاني كان يلعب حتى في عهد علي لوزيج كان يلعب وسط ميدان ارتكازي ولعبوا في بعض الاحيان قلب دفاع، ولكن احنا مشكلتنا لما راح الليش وراح بالكلام وراح بقرة ما وجدناش على مستوى خط وسط الدفاع الناس ممكن يخلفوا هذا، ولكن يبقى وانه قد اتفق مع 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 عبد الرحمن مهداوي في الخيارات في التغييرات المتكرره، ولكن انا اعتقد بانه لم تكن لدينا بدائل. اما في قضيه التفاؤل والتشاؤم، تفاؤل سياسي والتشاؤم التفاؤل السياسي معروف على حفي الدرجة انه متفائل، معروف على حفي الدرجة انه متفائل كثير على بالنسبه للمنتخب الوطني وفقط بعيد عن كره القدم المحليه، وكانه تلوين مغناطيسي تماما رغم انه في فتره رغم انه حقيقه حفي الدرجة رغم انه المنتخب الوطني لا يسر حاليا ولكن مع ذلك نقول لك بأن المنظومة الكروية في الجزائر على مستوى المنتخب هي من أفضل المنظومات الموجودة اليوم. لو تشوف أنت قطاع الصحة والتربية والصناعة والفلاحة والسياسة تشوفهم منظومات فاشلة عموما، يعني في العموم ما نتكلمش كاين أشياء إيجابية هذا أمر لا يختلف عليه اثنان، ولكن المنظومة الكروية السياسة المعتمدة بالاعتماد خليني نكمل بالاعتماد على اللاعبين المحترفين نجحت إلى حد بعيد، أهلنا مصرين إلى نهاية كأس العالم قد تفاصيل صغيرة. هذا لا يعني بانني متفائل فقط في الكره ومتشائم في امور اخرى، لان الكره مقارنه بشؤون البلد هي ولا شيء. يعني الكره هي متعه هي استمتاع هي حاجه زايده، ولكن الوطن والبلد مهم جدا، الاقتصاد مهم جدا اكثر من الكره، الاستقرار السياسي مهم جدا اكثر من الكره، الاستقرار الامني مهم جدا اكثر من الكره، كل هذه الامور مهمه جدا اكثر من الكره، مجرد متعه نربح ونخسر لانه ليش مرتبطة بيك أنت، لأنه أما الاقتصاد مرتبط بيك، سياسة اقتصادية رشيدة وإعلام حر وحريات والديمقراطية هذه كلها توصلك، أما أنك نبقى مركزين على الكرة وعلى المنتخب والكرة ضعيفة والمرافق مهترية والنظام الكروي أيضا فيه وعليه، فلذلك أبدو لك بأنني متشائم. أنا لا، أنا متفائل في حياتي في كل شيء، ومع ذلك نقول لك اليوم بأنه أنا متفائل بمستقبل الجزائر بشرط أن تكون فيها أشياء تبعت على التفاؤل. أنا عمري ما كنت متشائم. سعيد جدا بتواصلك معنا دائما زميل العزيز، أنا أسعد لما يكون معي حفيظ دراجي، شكرا جزيلا لك. وأنا كذلك أرحم والديك. شكرا جزيلا والدي ووالديك. ما يشعر إذا نروح الفواصل الإشارية سأعود إليكم للحديث بشكل تفصيلي عن الشوطين ومستقبل المنتخب الوطني. خلينا نروح الفواصل الإشارية بعد ذلك نعود، تفضلوا.
من جديد أحييكم مشاهدي الأفاضل للحديث عن خسارة المنتخب الجزائري أمام منتخب نيجيريا 3-1. موزيس على مرتين دقيقة 25 و91، وسجل أوبيميكال دقيقة 42. هدف بنطالة في دقيقة 67 لم يكن كافيا للعودة في النتيجة، وانقادت الجزائر لخسارة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، الذي نبقى في التصفيات بنقطة وحيدة متذيل للمجموعة الثانية. قبلنا منتخب زامبيا اللي اليوم تعادل في الكاميرون 1-1، عنده نقطة والكاميرون نقطتان، نيجيريا 6 والحقية الجزائر. الحق معي ضيفي الكريمين عبد الرحمن المهداوي والعربي الهادي، أجدد بكم التحية. كنت قد قاطعتك من قبل طبعا على الحديث، قلنا سنفصل في الشوطين، تحدثنا عن التشكيلة، نذهب إلى الشوطين. ما دخلناش مليح في المواجهة اللي خلانا ربما مع عبد الرحمن المهداوي قبل العربي الهادي نتلقى هدف دقيقة 25 من موزيس، ما دخلناش مليح. لا، انا لما شفت بدايه المباراه كنا حسيت الفريق تاعنا باكماله كان في المستوى، معناتها كان محضر وعرفنا، ونقول بعد ما كناش نسيطوا، ولكن كنا ند نمشي. قلت حتى قلت 5 دقائق، قلت الحمد لله للبدايه كانت طيبه، وما فيش معناتها ما فيش نقول الفريق النيجيري اللي كان ممكن كان باش يسيطر علينا. لا، شفنا التوازن ما بين الفريقين، وقلنا الحمد لله الفريق راح يعرف كيفاش يسير المباراه، ونعرف حقا كان الشيء اللي خصنا كان دواء. ومشينا نقول تقريبا حتى الهدف تاع نيجيريا وحنايا في ند مع الفريق النيجيري، وعرفنا كيفاش، ما مشيناش كثير للهجوم، ولكن عرفنا كيفاش نحافظ على الكره وكما يقول نقاوم للفريق. الشيء اللي ممكن تغير هو بعد الهدف اللي على إطار نقول غلطة فردية اللي ممكن تسمح باش الفريق النيجيري يرجع، ورجع حقا كان المهداوي لما كنا صغار وكنا في صف الأصغر كان يقول لك خطأ مثل هذا خطأ تافه وفي البدائي ولا يرتكب بهذه الطريقة في منتخب، نخطأ يا عبد الرحمن يا مهداوي؟ الموعد كان ممنوع لنا باش ندير نفس الأخطاء، لأن الموعد هذه المباراة دي وبعض اللاعبين صرحوا بها، وكنت متفارقة ضروري نغتنم الفرصة باش نسجل ونحافظ باش ما نديرش غلطات باش نعطي فرصة للخصم، لأن هذه المباراة مباراة اللي ضروري تحافظ على هذه الأشياء هذه. كنا ممكن في حالة اللاعبين كانوا في حالة ممكن ما نقول غرور، ولكن في حالة نفسية كانت جيدة اللي ممكن يسمح له قال لما لا ما نعملش هذه الحركة هذه. يا للأسف نقول يا للأسف، رغم الغلطة كان الفريق عرف، حتى لك كملنا المباراة الشوط الثاني الشوط الأول حسب في ظروف قاسية، ولكن عرفنا كيفاش نرجع في الشوط الثاني. ونقول يا للأسف نتأسف لأن الفريق نتاعنا كان خاصة بعد ما سجلنا الهدف رعطينا دخول ساتين مينوت في مع بن طالب تايدر دقيقة 39 أيضا عيدت من الفرص من فرصتين واضحتين حتى في الشوط الأول كان ممكن علينا نعادل في الشوط الأول. هذه هي الهدية نقول هذه الشيء نعادل ونفوز، هذا الشيء اللي كان يخصنا في الفريق، وتحدثنا عن الفريق حقا عندنا فريق، ولكن صح. الفريق القوي المتكامل ما يديش هذه الاخطاء نقول الابتدائيه صح. وممكن كان لما نكون في حال بنطالب كانت فرصه باش نعاد النتيجه، كان التسرع هذا ما بيسمحلوش باش يعاد النتيجه باش نبقى منافس وفي المستوى، كان هذه الاخطاء ما نديرهاش للاسف. درناها في الدفاع وبعد الفرص اللي كانت عندنا عده مرات وصلنا الدفاع الخاص وكان ممكن علينا باش نسجل ما سجلناش، هذه تبين لي مازال عمل كبير للفريق الوطني باش نكون معناتها متكامل. ايوا سي العربي الهادي، توجور لو بروبليم في اللاكس، دائما نتحدثوا عندنا مشكل في المحور من فتره وحنا نتحدثوا لهذه الدرجه، ما عندناش لاعبين نقدروا نصيبوا. عندك 16 نادي من الدوري الدرجه الاولى، وعندك في اللاعبين المحترفين في اوروبا كامل، رانا نجيبوا حتى من الدرجه الثانيه من سويسرا، ورانا نخلوه كادامور ونخلوه لهذه الدرجه نعزوا. خويا حكيم انا قلت لك 16 نادي في الجزائر هدف في الناسيونال 1، في الناسيونال 2 كاين 16 واحد اخرين، معناتها 32 مدافع ما عندناش واحد يصلح. ما رايك؟ عندنا ماشي ما عندناش كلام منطقي. وين عندك؟ عندنا بن يحيى تاع راك جبت لاعب العاصمه، راك جبت لاعب حتى اليوم راك شفت خطا بدائي وتافه، معليش نايف اوني نايف اوني نايف. كلام دراجي يبدو منطقي لانه راح لك حليش وبكره وراح لك ايضا بالكلام بنسبه كبيره،
حي. لا ماشي راح لي حلي، اسمح لي خويا احمد، ماشي راح لي حلي شو بقرة، حلي شو بقرة. كانوا هذه ستيم فاق اللي جت على ضربة واحدة وراهي راحت على ضربة واحدة. احنا ما نفكروش 40 مليون مدرب في الجزائر. ندفع تفضل سامحت. نعم تفضل. شوف باش لما نوصل في هذه الحاله حتى دخلت مقبله مع لما كنا في اتصال مع الاخ حفيظ الدراجي، قلت لما توصل في هذه الحاله وين الاختيار، راك محدد في الاختيار كمدرب ايش تعمل، تاخذ مسؤوليه باش تختار اي لاعب او لاعبين. قال بهاد اللاعبين لازم نعمل ونستمر بهم مهما كان الاخطاء، مهما كانت سيره عمري انا ما عنديش اختيار. لو كان لو عندي اختيار قال نغير اليوم. مثال اليوم زفان احمد المهدوي تخدم معاهم يعني تخدم فلوس طبعا تخدم. شوف شوف اليوزيس اسمح لي تفضل حتى يكمل. شوف باش نكونوا شويه، انا لما شفت الفكره على رجوع مجاني في خلف الدفاع على خط الدفاع كقلب دفاع حقيقي، انا في البدايه كنت ممكن ما، ولكن عرفت لي الفكره طيبه والاستمرار تاعو اعطى نوع من استقرار في الدفاع، ولعبنا مباراة والحمد لله فزنا بهم ولعبنا. كان هو كقلب دفاع كان محور، كان تحس لي كان قائد في الفريق، كان هو يوزع مهما كان لاعب. زيد رجعت مع غلام كما يقول لك بالعبرة صمر ما كانوا طيب راه في المستوى يبقى خصك تنين. شفنا مع موندي، شفت التجربة مع موندي كان على الظهير رجع في الوسط، كان مشات الامر مشى مجاني موندي مشات بها، خصني مكان في اليمين نختار اي لاعب. اليوم اختاريت زفان ما مشات اختاريت زيتي، نبقى نستمر مع زيتي. حتى اليوم كنت بكل صراحه وش لاحظتني لما شفنا زيتي انا كنت خايف عليه كبدايه مباراه قويه نجي لاعب اللي ما عندوش عنده بزاف ما شاركش اول مره يشارك اساسي. انا ان شاء الله على ربي متمني، لان الفكره تاع لينكس كان فكره طيبه، شاف اللاعبين شاف لي ما يعرفش جيتي ولكن ولا عرف قال نختاروا وخد القرار. هذا هو القرار، هذا هو المدرب لما اختار قال اليوم نستمر بجيتي كظهير حتى نصيب الخليفه نتاعو. لو ما نصيبش خليفه يستمر مهما الغلطات. اليوم لو نبقى في هذه الفكره اليوم زفان جي ضحي ومشي، يجي زيتي ضحي ومشي، عمرنا ما يكون عندنا دفاع. واليوم نبقى نستمر. هذه ممكن نداء نقول كأي لما نكون في حاجة وين ما عنديش البدلاء في المستوى نحافظ على شيء أو نغير منظمة دفاعية. إلى نمشي بعد ثلاثة ممكن أنا يعني في أربعة ما صبتش راحتي ندير دفاع بخمسة ديني فدي متمرس أو نعطي أو نعطي نعطي نغير تاع حتى الوسط باش نعزز الدفاع نتاعي وما يكونش عليا أهداف اللي ممكن تسبب لي انهزام أو إسقاء. كلام فدي متمرس، العب واش عندك وخليهم يتاح إلى تجد البديل. أنا قلت كنا نعطيك فكرة أنا. تفضل. قديورا كنت نجم لعبوا ليبيرو 6 مليون ريكيبيراتور اختيار تاع نجم لعبوا قرا ونجي نستفاد من قديورا نستفاد منه لاعب حار لاعب قوي لاعب ممتاز. ونولي لك على بن يحيى وقلت لك على الفكره اللي قلت لك عليها انايا يا سيدي. عندنا الوقت كان عندنا الوقت وكنا نتكلموا على كما قلت الحافي الدراجي كنا نتكلموا على المدافعين. عندنا حتى 5 شهور ولا 6 شهور وحنا نتكلموا ونقولوا ما عندناش دفاع، ما عندناش دفاع حقيقه، مي لازم نشوفوا حل. 16 فريق ولا 20 فريق يلعب في الدور الجزائري المحترف، ندير بريم ندير فريق وطني هنا في الجزائر ويلعب مقابلات غير نكرر له مقابلات في الجزائر. المنتخب المصري زمان نكثر المقابلات في الجزائر مع الفرق باش نشوف لي ليبيروني عندي ونركزهم. لا ما تروحش بعيد اخي، هادي حنا نكونوا شويه الى عندنا معناتها نقول اتحاديات مديري فنيه قويه. عندي الفريق الثاني هو الفريق الاولمبي، عندي فريق كان عندي مدافعين كان ممكن نختار اثنين ونديرهم من باب التكوين ولا من باب الاستقرار في المنتخب الوطني. حقيقي واش راك تقول؟ لما يكون ماهوش في النادي هذا لا شيء، الفكره جيده على تعالى. لما ما نصيبش البدلاء في النوادي نمشي للمنتخب الوطني اقل من 23 سنه وممكن نسيب اي هذاك الاختيار هو اللي يلعب من باب التكوين. عندنا ضربه جزاء ولا ما عندناش ضربه جزاء؟ لمست باليد كان ما شتاش حقا ما نجيبش نتكلم. انا والله ما شتا ما شتاش خليني ما جبتش النظارات ما شتاش. الهدف الثاني ضربه جزاء ولا لا؟
الهدف الثاني فيه تسلل ولا لا؟ انا بالنسبه لي ما فيش تسلل، كان مع خط واحد تنجم تشوف اللقطه خط واحد بالضبط في الصوره. من فضلك هل كان متقدم اللاعب الان امامك؟ لا روتور دوجو لا ما كانش روتور، كان في في في, في, في لحظه شوف الكره عنده اللعب ايه؟ وشوفوا واقفين على خط واحد شوفني الكره ما خرجتش، شوفني الرجل، شوفني الرجل خلاص خرجت الكره في هذه اللحظه، رجعت على المهاجم. هذه شوف اللقطه تاع الحكم تماس لما يشوف لما يكونوا في نفس الخط هي الافضليه للمهاجم، ولكن لما تشوف الحاله ولا تشوف اللقطه تقول نتاسف بالتمركز تاع عدم التمركز تاع لا بصح نزيد في هذه النقطه حتى طريقه الخروج في التسلل ماهيش ماهيش بديك الطريقه نزيد في هذه النقطه لا لا لاعبين كيما هادو خويا دحمان لاعبين كيما هادو نلعب مع الحكم ونرفد يدي في الدفاع الكل واقف في مستوى عالي عالي ما نوقفش نروح مع لاكسيون شوف لا شوف اللقطة شوف إلا فيه صفارة نحبس إلا ما فيه راني نروح للاعب حتى اللاعب تفاجأ في الوضع نتاعو هو وقف وشاف شاف التماس شاف الحاكم اللي على التماس شافوا باش يرفضوا يلا خليني نقول من يتحمل مسؤولية اليوم الخسارة 3-1؟ حفيظ الدراجي قال لك من قبل ما نحمل ولا شيء، ما نحمل ربما نحمل نفسنا، من يتحمل مسؤولية الخسارة اليوم؟ هي ما نتحمله حتى واحد، من يتحمل؟ احنا اللي نتحمله. علاش؟ احنا اللي رانا احنا اللي عهدنا باللي نجيبوا المقابلة لاعبين. انا شوف انا نتحمل لاعبين بصح نتحملهم على المقابلة، بصح ما نقولش باللي خسرونا كيما نقولوا اكسبري وما نحطش عليهم اللي ما نحطش عليهم الكل بصح اعطي لي وشوفت لي عبد الرحمن داوي بكل صراحه شوف لما نشوف الى نبدا ندخل في احساسي وفي لا الى ندخل في احساسي وفي العاطفه نعرفك ممكن نقول طبعا لي وعدني ما وفاش بالوعد لا هي هدف فريق وطني هدف فريق اي فريق حتى يكون نادي المسؤوليه يرتكبها كل افراد حتى احنا حتى احنا معناتها كمرافقين الفريق في البلاطو ولا خارج البلاطو ولا ولا كمناصرين نتحمل المسؤوليه لان ممكن ما عطيناش المساعده اللازمه نقول في المباراه تاع كامرون او في مباراه اخرى. اليوم انا نقول لا المسؤوليه تحملها كل 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 الاطراف وضروري تكون المسؤوليه لان اليوم الفوز كانت مبنيه على الروح تاع المسؤوليه. اللي مسؤول كان يتحمس كان يضارب كان وش اللي شفناه انا اليوم افضل لاعب مسافه في المنتخب شوف اخ حكيمي افضل لاعب لما تشوف الشوط الثاني لما تشوف الفريق تاعنا اش فريق نتاعنا وكان منتشر في اللعب وكنا ننتظر في التعادل بالتقريبا من اللي سجلنا الهدف تاع بن طالب وهدف رائع جدا كنا ننتظر في التعادل وكان فريق تاني قادر باش يعاد النتيجه وكان فريق في حاله طيبه يا للاسف نقول هذا المباراه صح هذه مباراة فيه نتائج نتيجة ممكن سلبية ولكن نبقى نستمر في الرأي تاعي ونعمل ونتحمل من المسؤولية باش كما يقول لك في المستقبل يعرف لي كان مواعيد لي لما نضيعها تضيع كل تقريبا نضيع أشياء كثيرة نبقى نستمر نعمل واش نصلح الأمور واليوم نقول الشيء اللي هي ما هي الخلاصة خلاص المباراة نقول بعض الأحيان ضروري الاختيار تاع اللاعبين ولا الاختيار تاع الفريق ولا تحضير الفريق ضروري يكون كامل مباراه مثل هذه الاخطاء تحاسب عليها اي خطا تتحاسب عليه والشيء اللي صار موجود زياده على هذه نبقى نتفائل مع الفريق ونبقى نبني مع الفريق ونحاول نعطي روح ونظام اخر ونزيد ممكن اليوم فيه تساؤلات ما نقول عند من كل جهه باش ممكن نغير ممكن الخطاب نغير ممكن البرنامج نغير تن التوجيهات باش كلنا معناتها نبقى نجند مع الفريق الوطني وزيد نجند مع الكره الوطنيه اليوم رانا في حاجه الى بعد ما احيان اليوم الى في الخارج ما صرت ظاهر اليوم نبحث في كل نوادي كما قلت لهادي في كل نادي نختار ما هو الظاهر الايمن ونختار الاحسن اليوم الى ما صرتش هذاك اللي يخرج الاول هذاك وتفضله وتعطي له وقت باش يتأقلم وقت باش يكون في الفريق وان شاء الله ممكن نصيب حتى هذاك الظاهر هذاك لان تروح لي بعض من اللاعبين كاين موجود لا اسمع ابحث تصيب المدرب الالماني ابقى معك مهداوي قبل ما نروح الحسابات بالنسبه للهادي العربي روهر توقعت قال لك توقعت الفوز على الجزائر بعد ما فزنا في زامبيا ياكد انه المنتخب النيجيري كان افضل منا اليوم ولا والله بكل شوف انا لما شفت الفريق شفنا حقا فريق نيجيري ما قلنا انه المنتخب عنده مستوى كل ساعه لا عنده مستوى تحس لاعبين في المستوى ولكن كنا درنا مباراه في نفس المستوى والفريق نتاعنا حقا
كان أدى الأداء نتاعو بعد فترات غير النظر على الغلطات الفردية اللي سبت ممكن أداء، ولكن لما تشوف الفريق نتاعك يمشي في نيجيريا وهذيك الظروف الخاصة ونخلق فرص تاع التسجيل، أنا أقول الفريق تاعنا عنده مستقبل، حتى إلا يكون مستقبل ممكن فيه بعض من العراقيل، ولكن عندنا فريق كل ساعة كل ساعة فريق عندنا حقيقة. كنا في مستوى واحد مستوى عالي الاثنين، وكما يقول لك إلا ما فيش غلطة ما يكون فيه الأهداف. سأعود إليك لنتحدث حول الحسابات المستقبلية، حبيت نعرف وش راهي الأجواء هناك في نيجيريا مباشرة. محمد عساني زميلنا من مبعوث وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الخير محمد. مساء الخير حكيم، مساء الخير كل حضور الكرام. تعطيني الصورة كما جات الآن في نيجيريا، أعطيني الصورة كيف هي الأجواء هناك عندكم في نيجيريا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الأجواء كما يقولوا الفرح والابتهاج في لوكون نيجيريا، والحزن يخيم على كما يقولوا على الوفد الجزائري، كما يقولوا صحفيين ولا لاعبين. كما يقولوا نتيجة مرة، هزيمة مرة، كنا قادرين نديروا كما يقولوا نوغي بو غوفونيغ افيغ مي ريزولتا. كما يقولوا قدر الله ما شاء فعل، سي اون ديفات جو بونس كو سيتي بريفيزيبل كما يقولوا، كانت متوقعة بالنظر للمعطيات. هل اللاعبين ولا حتى المدرب لي ديكلاراسيون بعد المباراة فيه تفاؤل؟ والله حكيم، مجاني اللاعب الوحيد اللي هضر في الندوة الصحفية اللي عقدت بعد المباراة، كل اللاعبين الآخرين لم يريدوا الإدلاء بأي تصريح للصحافة. اللي كان قال باللي ما رحبش كما يقولوا الفوطا دي سيليبرا، قال لك نوغاس كات باتشي هما كما يقولوا بالرغم من صعوبة المهمة، اللي هي كما يقولوا شبه مستحيله، بصح هو ما حبش يدخل هذاك كما يقولوا الفشل للاعبين على بعد اربع مقابلات عن نهايه المطاف. قال لك نيجيريا راح يجوا عندنا الجزائر وحنا نلعبوا معاهم، وقبل ما يجوا نيجيريا هناك مباراه كما يقولوا تكون من قبل، والله اعلم وش يكون النتائج. صحيح. بالنسبه للوضع النيجيري، يعني الكوتي تاع نيجيريا، الجانب النيجيري كيفاش شافوا بالنسبه للجزائريين اليوم؟ لا نيجيريا كما هضرت مع الحكم البارح كما قلت لك، كانوا متفائلين جدا بالفوز، واليوم اظن باللي كما لم يشكوا ما شكوش بالقدرات المنتخب تاعهم، وذلك ما كما يقولوا ما حصل اليوم في المباراة. محمد عساني يعطيك الصحة، تعبناك وشكرا جزيلا، كنت احسن سفير وكالة الانباء الجزائرية، شكرا جزيلا. حظوظنا ما زالت قائمة ولا لا؟ لكاس قال لك ما زالت أربع مباريات كاملة، صح صعبة المأمورية ولكن ما زالت أربع مباريات. أنا أقول لك حظوظنا ما زالت قائمة، لازم نربحوا أربع مقابلات باش يكونوا ما عدا الأربعة تفوز، ما عدناش حظوظ، لازم نربحوا أربع مقابلات باش نديروا 13 نقطة ونجوزوا. عبد الرحمن المهداوي، أنا نشاطروا طبعا نفوز بالمباراة، كل منافس الشيء اللي يتكلم به الناخب الوطني ولا حتى اللاعبين راح يدخلوا في التصيغة، هي كل شيء ممكن، وباقي ربع مباراة طبعا فيه ممكن باش نكون نكمل نفوز بأربعة ونكمل ب 13، الشيء اللي حابين نديروا هي كل شيء ممكن، لأن المعمورية راح ممكن تكون تلعب في المباراتين المتقدمين، المباراة المستقبلية تاع ما بين الكامرون مع نيجيريا، لأن يعني يتلعب في ذهب وعودة في نقول في توازن كاتريم جورني، وحنا نفس الشيء نلعب مع زومبيا، معناتها أنا نصور وهذا الشيء اللي متمنيه باش يتعادلوا في زيد مباراة في اثنين، يبقاو لهم يكون العدد تاعهم النقط تكون في ثمانية، وحنا نفوز نبقى على سبعة، ومن بعد لما تجي نيجيريا ثم كما يقول نعرسوا ونفوزوا وان شاء الله نتأهلوا لملا لنهاية كأس العالم. المنتخب الكاميروني اليوم تعادل مع زامبيا، سجل بيسوما في الدقيقة 34. مشاهدينا عدل النتيجة المنتخب الكاميروني، فينسون أبو بكر من ركلة جزاء دقيقة 45. بهذه كاميرون نقطتين، زامبيا أول نقطة في التصفيات، ونيجيريا بستة، جزائر واحد نقطة واحدة فقط. ليبيا يوم أمس في بولوغيل هزمت أمام منتخب تونس، وهبي الخزري دقيقة 50 من ركلة جزاء. طبعا بعض النتائج، جنوب إفريقيا يفاجئوني فازوا على السنغال 2-1 رغم الغضب من السنغال على حكم المباراة. أوغندا فازت على الكونغو. فيه باش تعرفوا أنه الجزائريين، حبيت نعطي لكم واحد الفيديو، تعرفوا الجزائريين، شوف حتى ذوي الاحتياجات خاصة اللي نقولوا انه ربما تخصهم شيء، شوف كيفاش يحبوا الجزائر، شوف التصريحات تاعهم
هذه قبل المباراة واحد اسمه حبيبه شجع شباب الوزداد وليد شيخ شمس الدين، أعطيني هذاك تخلي باش نعطيه للناس ربما بعض التساؤل كيفاش يحبوا الجزائر في الظروف المليحة وفي الظروف اللي ماشي مليحة. أعطيني من فضلك أعطيني. شو أنا حاب نجيبه تنين يوم الجزائر كيف هذا وسيس خدمتكم أنا حاب نجيبه الوطني نجيبه الصرف كله نجيبه تنين يوم الجزائر شنو هذا كل واحد ونسيس أنا حال وطني نجيب الصرف نسيس شنو هذا نجيب اسم براني نجيب اسم سهل كله نحب وطني ونحب وطني ونحب وطني وطن أنا حال نجيب اسمان نجيب 2010 2010 2010 2011 كنا نحبوا الجزائر ولكن دائما متشائم عبد الرحمن المهداوي لازم دائما نكون متفائلين صح احيانا نغضبوا على المنتخب ونغضبوا على الاوضاع ونغضبوا على كثير من المسؤولين اللي بعضهم ماهوش في مستوى الشعب الجزائري اللي يحب وطنه ولكن في الجزائر ما عندناش بلاد نعيشوا فيها من غير الجزائر اللي نحبوها صح ممكن نروحوا بلدان اخرى ولكن دائما تبقى بلادنا هي الجزائر صحيح عبد الرحمن المهداوي واش نقول لك حكيم وطني انا لما نشوف صورتك مثل هذا يعني نتذكر وشفت بعض من الناس اللي نعرفهم خارج العاصمه وكان الناس اليوم الناس بكاو على المنتخب الوطني صح. كان اللي كلا صباعه كلا على المنتخب الوطني ونعرفهم هذو الشخصيين نعرف الناس لا غالب عليهم لما يكون المنتخب الوطني كان اللي يخرجوا ما ينجموش يشوف واحد عيط لي اتصل بيا في هاتفين قال لي ما نجمش المباراه هذه قبل المباراه قال لي خرجت لان انا عارف روحي عارف الصعوبات الشيء اللي هذا حتى اللاعبين ونظن كل واحد يعرف هذا الشيء لهذا نقول بالنسبه للبلاد وبالنسبه للمنتخب الوطني الشيء قدوسي ضروري نوقف معاه في السراء وفي الضراء. شكرا جزيلا عبد الرحمن المداوي دائما فرحان لما تكون معنا العرب الهادي يعطيك الصحه ان شاء الله دائما يكون عندنا ناس كما عبد الرحمن المهداوي كثير وكما العربي الهادي هم يتصلوا فيك كثير لانه راهم يشوف فيك على المباشر اكيد الكل يشاهد وقت الدواء طبعا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا نلتقي على وضع افضل من هذا الوضع السلام عليكم.